بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الاختلاف يكون سببه أحيانا، الاختلاف في الكتاب سببه أحيانا فساد النية، قال وهذا ظلم، وأحيانا يكون سببه الجهل، قال والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يخبر سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة وهي التكاليف الشرعية، نعم، عرض تخيير لا عرض إلزام على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا، اخترنا العافية، اخترنا العافية والسلامة، وأشفقنا منها، يعني أن الذي حمل الأرض والسماوات والجبال على عدم تحمل الأمانة الإشفاق منها، يعني الخوف منها من تبعتها، فهم آثروا السلامة على الغنيمة، فلذلك أبينا أن يحملنا. وحملها الإنسان آدم وذريته طمعا في الأجر، حملوها طمعا في الأجر، في الأجر والثواب، فآثروا الغنم والرجاء على الخوف، ثم انقسموا إلى أقسام، انقسموا إلى أقسام، منهم من رفض القيام بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المشركون والمشركات، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. انقسموا بعد تحملهم الأمانة إلى ثلاثة أقسام، قسم رفضوها ظاهرا وباطنا وهم الكفار وهم المشركون، وقسم تحملوها ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات، أظهروا الإسلام وأفطنوا الكفر، وقسم تحملوها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. ولهذا قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. والشاهد من الآية ما ذكره الشيخ، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فهذا الذي سبب له أنه يتحملها وأنه يخاطر طلبا للأجر، فهذا الذي أوقعه الظلم والجهل، فهما داءان خطيران في الإنسانية، فلا يكون الشر إلا من هذين الوصفين، إما الظلم وإما الجهل نعم. فهذا فيه التحذير من الظلم وهو الاعتداء على الناس والتعدي عليهم. والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم الشرك وهو ما بين العبد وبين ربه بالشرك، وظلم الناس وهو التعدي عليهم، وظلم النفس وذلك بالمعاصي والذنوب التي لا تتعلق بالناس وإنما تتعلق بالنفس،
فالإنسان فيه أنواع الظلم الثلاثة: إما ظلم الشرك، وإما ظلم الناس، وإما ظلم النفس، والجهل أيضا. والمراد بالجهل هنا ليس عدم العلم، وإنما الجهل عدم الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل يطلق ويراد به عدم الحلم وعدم التأني والتروي في الأمر والنظر في العواقب، هذا هو الجهل. ولهذا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ليس الجهالة معنى عدم المعرفة الحكم الشرعي، لا، الجهالة المراد بها عدم التأني والحلم والتروي في الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما أنواعه، يعني الاختلاف، فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، ثم ذكر منها. نعم، الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع، وهو أن يختلف العلماء في مسألة من المسائل نظرا لأن الدليل يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من وجه، فكل يأخذ بوجه من وجوه الآية أو الحديث، فهذا اختلاف تنوع. نعم، وهذا لا يذم فيه إلا إذا تبين الدليل، فإنه يجب الرجوع إلى الدليل. الثاني اختلاف تضاد، وهو أن يكون كل من المختلفين ليس معه وجه من الدليل، كل منهم خارج الدليل، هذا اختلاف تضاد وهو المذموم. نعم. قال: واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن اختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. نعم، سبق في حديث ابن مسعود أنه سمع قارئا يقرأ بعض الآيات على غير ما يعلمه ابن مسعود، فأخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة ابن مسعود وقراءة الرجل لهذه الآية، قال: كلاكما محسن، يعني متبع، لأن القرآن جاء على سبعة أحرف، وجاءت القراءات السبع والعشر كما هو معلوم. وهذا من تيسير الله لهذا القرآن، وكلهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل قراءة من هذه القراءات حق ولها سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لا تختلف فيما بينها، المعنى واحد، وإن اختلف بعض الحروف. وإن اختلف بعض الحروف فهذا لا يغير المعنى، هذه القراءات السبعة والعشر، وإن اختلفت بعض الحروف فإن المعنى واحد، مثل يعملون وتعملون ونحو ذلك. نعم، يعني بالتاء أو بالياء المعنى واحد، لكن وإن اختلف الحرف بالتاء أو بالياء أو بالياء. نعم. قال: ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد والجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل من بعض. نعم، ومن ذلك اختلاف الروايات في المسألة الواحدة، فبعض العبادات جاءت على صفات مثل الأذان، نعم، مثل الإقامة، مثل تكبيرات العيد التي في الصلاة في الخطبة أو في الأذان التي في الخطبة أو في الصلاة، فيها ومثل يعني مسائل كثيرة، نعم، وردت فيها روايات وأحاديث، فدل على أن كل من أخذ بصفة من هذه الصفات فهو على حق، لأن معه دليلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للإنكار في ذلك نظرا لتعدد الأدلة، وكل أخذ بدليل. فالاختلاف المبني على الروايات هذا لا يذم، بل هو عمل بجميع هذه الروايات. نعم. قال: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. نعم،
وهذا كما ذكرنا أو كما ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا لا يذم عليه، لأن من أخذ بدليل لا يعترض على الآخر الذي معه دليل آخر. نعم. ولا وهذا يدل على سعة التشريع. الحمد لله. والحمد لله، المهم الدليل. نعم. وكثرة الروايات تدل على التخير، تدل على التخير بين هذه الصفات، فمن فعل صفة منها فإنه على حق. إيه نعم، وليس للطرف الآخر أن ينكر عليه. أنت معك دليل وهو معه دليل. نعم. مثلا أنواع الاستفتاح في الصلاة ورد في روايات، فمن أخذ باستفتاح لا ينكر عليه من أخذ باستفتاح آخر مما ورد. مثلا وضع اليدين في القيام في الصلاة، من وضع يديه على صدره، من وضع يديه على سرته، من أرسل يديه، كل منهم له احتمال وله دليل، والمسألة سنة، ما هي واجب ولا ركن، فيها سعة، فيها سعة الحمد لله، فلا وجه للإنكار على مثلا الذي يدخل المسجد وقت النهي، إن جلس لا ينكر عليه لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت. نعم. صلاة النافلة. نعم. ومن صلى لا ينكر عليه لأن معه دليل، وهو من دخل المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا ينكر الواحد على الآخر، ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم. قال: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك. على شفع الإقامة، يعني يكرر مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بينما المشهور الإيتار. نعم. إيتار الإقامة وشفع الأذان. وشفع الأذان، نعم، وهذا عين المحرم. فمن أخذ بالشفع لا ينكر عليه لأنه ورد في بعض الأدلة. نعم. ومن أخذ بالإيتار لا ينكر عليه. نعم. فكل منهم أخذ بدليل، فدل على أن الأمر واسع، على أن الأمر الحمد لله واسع. نعم. قال: ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغ حد الاقتتال. وشاهد هذا الواقع الآن، فكثير من المتعالمين يتصارعون الآن على المسائل التي من هذا النوع، يسوغ فيها الاختلاف، التي يسوغ فيها الاختلاف مبني على أدلة وعلى روايات، كل أخذ برواية، كل أخذ بحديث، والأمر واسع في هذا، فهم يقتتلون على هذا ويتعادون يتقاطعون، أنت ما تقبض في الصلاة، أنت ترسل في الصلاة، أنت كذا، أنت مخالف، أنت مبتدع، إلى غير ذلك. لا، وهذا لجهلهم وضيق أفقهم العلمي. والواجب على الإنسان أن لا ينكر حتى يتحقق من الأمر ويتثبت من الأمر، ويعرف ما مع المخالف من الدليل أو عدم الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومنه اختلاف التنوع ما يكون، هذا النوع الثاني، اختلاف من اختلاف التنوع. نعم. لازم لا فيه. نعم. نعم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. النوع الأول ما يكون الاختلاف فيه بحسب الأدلة والروايات، هذا فرغنا منه، يكون كل من القولين حقا مشروعا. أي نعم. النوع الثاني أن يكون المعنى واحد. نعم. والألفاظ مختلفة، فكل واحد يأخذ بلفظ وينكر على الآخر مع أن المؤدى واحد. نعم. قال: ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. أي نعم، الجهل أو الظلم، إما الجهل بالأدلة التي مع الآخر، أو الظلم وهو التعصب. نعم. لأن التعصب نوع من الظلم، فبعضهم يقول: ولو كان معه دليل أنا لا أعترف بما معه، لأن إمامي أعرف بالأدلة. ولذلك يروى أن بعض الحنفية يصلي بجانبه واحد يشير بسبابته في التشهد فكسر أصبعه. الله المستعان. الحنفي كسر أصبع الذي بجانبه، لأنه من الجهل والظلم في هذا. نعم. قال: ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان،
فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. نعم، هذا كما سبق في الوجه الأول تقريبا، أن يكون المعنيان متغايران لكن مع كل معنى دليل، مما يدل على أنك فعلت هذا أو فعلت هذا. نعم. كله مشروع. نعم. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخرون سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. إيه نعم. ومنه ما يكون كلا الأمرين مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أخذ بطريق مشروع، فلا ينكر أحدهما على الآخر، ويحصر الحق فيما معه، لأن الأمر في هذا واسع، والمدار على الدليل، المدار على الدليل، سواء كان الدليل محتملا لعدة معاني أو هناك أدلة لكل قول، مما يدل على أن الأمر واسع. نعم. قال: ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم. نعم. فالذي يحمل على هذا هو فقدان هذه الصفات، عدم العلم، عدم التأني والنظر والعجلة، أو التعصب، أو يحمله التعصب على أن يبطش بالمخالف أو يبغضه، لا يبطش به لكن يبغضه ويهجره. نعم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان. انتهى خلاف التنوع. مثلا خلاف التنوع ذكروا له قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظنه سيأتي. نعم. لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، لما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكانت اليهود قد خانت وانضمت إلى الأحزاب، ولما ذهب الأحزاب وانقمعوا بقي العدو الثاني وهم اليهود، فأمر الله نبيه ألا يضع أحد سلاحه بعد الكفار حتى إلا في بني قريظة، حتى يغزو بني قريظة، فخرجوا بسلاحهم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فحانت صلاة العصر وهم في الطريق، فبعضهم قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة، وليس المراد أننا نؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريظة، فصلى في الطريق. البعض الآخر أخذ بالعكس، قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نصلي إلا إذا وصلنا، فلم يصلوا في الطريق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الطائفتين، لأن كل منهما معه احتمال. نعم. والدليل يحتمل القولين. نعم. أحسن الله إليكم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع. نعم. التضاد هو المخالفة، كل من القولين خلاف الآخر، لا يجتمع معه بوجه من الوجوه، هذا التضاد. والضدان كما يقولون لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا يرتفعان، هذا هو التضاد. نعم. قال: عند الجمهور إما في الأصول، ويكون في الأصول وفي العقائد، ويكون في الفروع وهو مسائل الفقه. نعم. عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. اختلف الأصوليون هل كل مجتهد مصيب، عند بعض المعتزلة أن كل مجتهد مصيب لأنه فعل ما بوسعه، وعند الجمهور لا، المصيب واحد من الطرفين، لكن المخطئ مغفور خطأ، مغفور له خطأه. نعم. هذه مسألة أصولية. نعم. قال: فهذا الخطب فيه أشد، لأن القولين يتنافيان. وهذا الاختلاف التضاد، الخطب يعني المصيبة، فيه أشد من المصيبة التي تحصل في اختلاف التنوع. نعم. لأن لأن القولين يتنافيان لا يجتمعان. نعم. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول بالباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل،
كما رأيته لكثير من أهل رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. نعم، هذا كما سبق أنه قد يكون مع المختلفين مع كل واحد منهما شيء من الحق، فلا يجوز للمخالف أن يجحد كل ما معه، بل يقبل ما معه من الحق ويرد ما معه من الخطأ. هذا هو الواجب والإنصاف. فلا أحد من الطرفين يدعي أنه هو المحق وحده وأن مخالفه ليس معه حق أصلا، هذا من الظلم. بل الواجب أن ينظر في قول مخالفه، فإن كان ليس معه حق فإنه ينكره كله، وإن كان معه شيء من الحق فإنه يقسمه، يقول هذا خطأ وهذا صواب. هذا هو الإنصاف والعدل. نعم شيخ، في بين في الحديث في التضاد والتنوع الخلاف في حجاب المرأة، غطاء وجه المرأة، صنف من اختلاف التنوع أو التضاد؟ حجاب المرأة مبني على أدلة للطرفين. نعم، على أدلة للطرفين، وهذه الأدلة إما أدلة الذين يقولون بالسفور وعدم ستر الوجه، لهم أدلة، لكن هي إما منسوخة بالحجاب لأنه كان في أول الأمر كانت النساء تكشف وجوهها، كانت النساء تكشف وجوهها، مرخص لهن بكشف الوجوه، ثم أمرنا بالحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. وفي قصة عائشة رضي الله عنها لما حصل ما حصل من تأخرها عن القوم بسبب ما ذكر أنها ذهبت تقضي حاجتها، فجاءت وجدت القوم قد سافروا يظنون أنها في الهودج، وبقيت في المكان وأخذها النوم حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وقف عليها، قالت وكان يعرفني قبل أن يفرض الحجاب، قالت استيقظت باسترجاعه، استيقظت باسترجاعه وكان يعرفني قبل أن يفرض الحجاب. عرفنا عائشة، لماذا عرفنا عائشة؟ لأنه كان يعرفها قبل أن يفرض الحجاب، يعرف وجهها، فعرف أنها أم المؤمنين فلذلك استرجع. فالشاهد من هذا أنه دل على أن الحجاب إنما فرض أخيرا، وأن الذين أخذوا بكشف الوجه أخذوا بأدلة منسوخة. نعم، أخذوا بأدلة صحيحة لكنها منسوخة. هذا قسم. القسم الثاني بنوا على أدلة غير صحيحة، على أحاديث غير صحيحة أو صحيحة لكنها غير صريحة محتملة، فهم هذه وجهة نظرهم، إما أنهم بنوا على أدلة صحيحة منسوخة، وإما أنهم بنوا على أدلة صحيحة غير صريحة يعني بل محتملة، وإما أنهم بنوا على أدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج. هذا وجه الخلاف بينهم في الحجاب. أما الذين يرون ستر الوجه فإنما أخذوا بالأدلة الصحيحة المتأخرة الصريحة. نعم، التي ليس فيها لبس، مثل يدنين عليهن من جلابيبهن. إيش معنى يدنين؟ هي عليها الجلباب من الأصل. نعم، إيش معنى تدني؟ يعني تغطي وجهها، كما بينه عبيدة السلماني لما سئل عن الآية، أخذ بطرف ثوبه وأضفاه على وجهه وقال هكذا. هذا تفسير تلقاه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فبين أن فالآية صريحة في تغطية الوجه، وبتفسير عبيدة السلماني عن إمامه ومعلمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، وش معنى الحجاب؟ يعني حجاب لبعضها ولا حجاب لجميعها؟ لجميعها. نعم، حجاب لجميعها. اللي يقول انه لبعضها يأتي بدليل. نعم، فالأصل انه للجميع، من وراء حجاب، اما ثوب واما حائط واما باب، من وراء حجاب. وحديث عائشة صريح، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات
فكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا صريح، ما هو محتمل، صريح في تغطية الوجه عن الرجال. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة. نعم، وش يقول؟ قال: أما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. نعم، يعني في اختلاف التضاد. وكما رأيته لكثير من الفقهاء وأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيته بين بعض المتفقهة والمتصوفة، ونظائره كثيرة. نعم، اختلاف التضاد واقع، ويكون أكثر ما يقع عند المبتدعة الذين يعمل كلهم ليسوا على دليل، كلهم مبتدعة، والبدعة معناه ما ليس له دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أصلا كلهم ليس لهم دليل وإنما هم مبتدعة. أو بين الفقهاء الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية، وأحد قال بالتحريم وأحد قال بالإباحة، مع أن التحريم والإباحة متضادان. نعم، متضادان، فلا يمكن أن يكون كل واحد معه دليلا صحيح، لأن هذا تضاد، ولا يمكن أن يكون كل معه دليل صحيح. فإن كان مع أحدهم دليل صحيح فهو إما منسوخ، إما منسوخ وإما مجمل، وإما له احتمال. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية زميلي مهندس الصوت حمد العزاز، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.